في واحد الأمسية قبل من رمضان شوية كنت جالس مع عليا مبيا علاش قالت ليا وانا نمشي للجوطية ومع الدخلة تلاقيت مع سبيطار متنقل ديال الأدوية عادي في بلادي سوق المسيرة لما لقيت الدواء تلقى الحريرة ماشي الحريرة ديال رمضان الحريرة اللي كتخلي بنادم زاهي وفرحان ما علينا لقينا هاد ختنا مسكينة كتسنى شي يد حنينة المهم الإخوان ديناها للكوان باش نعالجوا ليها هاد البلان المهم شدينا مسواك عصرناه حتى قال واك واك وبقينا على السبر ديالها هاك بالك حتى حكيناها مزيان وداكشي اللي كان مسخ تنقاو به المهم الاخوان نشرح لكم واحد البلان هو انه فاش كتكون ولد البلاد خبز وبراد فاش كتلبس السبرديله انت اللي كتحردها فاش كتكون عايس بكيكه وحليب ميكا هي اللي كتحردك وكتخليك غادي مدردك باش تجيب سبارات المهم ما علينا نكملوا داكشي اللي بدينا وفين خليناها راه قدامك اصاحبي خدم اللي باغي تخدم الطبقه الاولى درنا بونجا فحال هادي فهمتي باش تلبس السبرديله تكون ناعمه المهم حتى هي اي واحد سميتها ناعمه ايوا خلي عليك ناعمه وسير للتتمه المهم التتمه هي اننا درنا واحد الجلده في اللون ديال ديك الفرده ديال الداخل فهمتي ما يبانش الفرق الضفيرو ما يبانش الضفيرو الضفيرو خويا بغيت نسولك واحد السؤال ديما كنبغي نسولك وكنسى علاش كدير هادشي باغي ندير واحد الماركه ما تكون بحال ديال الشينوا ما تكون بحال ديال التواركه ماد ان انا البسها وعيش في الهنا ديور الهنا زعما خذ لك شي بارطمان تما عيش وما تبقى حاضينيش راه غيجي شي نهار غادي نوصل داكشي اللي باغي وغادي نولي ريش ريش ديال النعمه كتسحمني غنولي لاباس عليا يلا تشلاو.